خلينا نرجع للكلام اللي عبد الرحمن بيحبه، الارقام والتواريخ والحاجات دي كلها. احمد ثابت، خليني ابدا بيك. تاريخ المواجهات وشكل المباراه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. هنتكلم الاول بس حته تاريخيه وبعد كده التشكيل بتاع بيراميدز. حته تاريخيه بتاكد ان الماتشات ما بين النادي الاهلي، طبعا بيراميدز كان الاول اسمه الاسيوطي وتم تحويله لبيراميدز عام اخر 2018. تمام. فمنذ تسميته بيراميدز من 2019 المباريات هنبص عليها هنلاقي مثلا ان في 11 مباراه البيراميدز كسب 4 مرات، الاهلي كسب 4، والتعادل في 3 مباريات. فواضح ان في ند، بس في السنوات الاخيره او السنه الاخيره النادي الاهلي بيكسب اكتر. اول ما تم تسميته بيراميدز، الاول بيراميدز كسب الاهلي 2-1، بعد كده كسب ادي 1-0، بعد كده كسبه برضه 1-0، ده اول 3 ماتشات. بعد كده النادي الاهلي كسب 2-1، بعد كده التعادل في 0-0، وبعد كده برضه التعادل 0-0، التعادل 2-2، بعد كده من سنه 2022 بقى النادي الاهلي كسب 3-0، الاهلي كسب بيراميدز 2-1، بيراميدز كسب 2-0، وفي الدوري النادي الاهلي في المباراه الاخيره كسب 3-0. إذن المباراة بتشهد ندية منذ تسمية نادي بيراميدز بهذا الاسم. خلينا نروح بقى للجزء الفني. ماشي، تفضل.